هذا النحت الخزفي بيكون من برا عليه أشكال ومن جوا فارغ. وأنا هذا النحت رسمت عليه وش شكل وجه. بعدين بدأنا بأول إشي بالقاعدة اللي هي تصنع كرة، بعدين تكبس عليها عشان تصير شكل مسطح، بعدين تحط أي شكل من الأشكال عشان تكون على شكل دائرة، وبعدين بنبدأ نبني كحبال أو شرائح، ولازم تكون تخينة عشان تبني بسرعة.